نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس. منورنا كابتن نصر. الله يخليك يا كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل ابو رحمه، كابتن بلال. انا كابتن سلام. طيب يا كابتن. انت طيب يا كابتن شريف. سلام. طيب يا كابتن. مبروك للنادي الاهلي يا كابتن ايمن، وهارد لك لنادي منتخب السويس. كابتن ايمن، النهارده في المباراه يا كابتن علاء، خليك بس معايا، لان النهارده يعني الواحد مش عارف يقول ايه بصراحه يعني. صح. لما يبقى لاعبي الفريق النادي الاهلي عارفين القانون والحكام مش عارفين، دي تبقى مشكله. مشكله بجد. عندنا لعبه كابتن علاء، اول مره اشوف ركله مرمى بيتحسب منها تسلل. يعني انا حسن بنقول حتى الحكام تحت الاختبار ركله المرمى، رميه التماس، ركله ركنيه، ما فيش فيهم تسلل. كابتن بلال لا مش مركز يعني، ما خدش باله يعني، هو ما خدش باله كابتن، والحكم ما خدش باله. كابتن حكم المباراه طبعا، والحكم ما خدش باله. لا طبعا. طب سؤال يا كابتن، هي لو الشحات راح جاب جول، سؤال مفيش فار صح النهارده؟ مفيش فار يا كابتن بلال، يعني هذا غير معقول. مش حاجه اسمها ما خدش باله. صحيح. ما خدش باله يبقى يقعد في البيت ما يحكمش. لا يا كابتن، لا لا، النهارده انت بتلعب في اعلى مسابقه في الدوري المصري. طبعا كابتن، انا النهارده كحكم مساعد فقدت تركيزي، حكم المباراه، انا كحكم مباراه معاك ومنكش، انا اقول له نزل من فضلك. طبعا الكره جايه من ركله مرمى الف ب، دي مفيش بقى فيها فصال يا كابتن جاد، ولا تقدير ولا اجتهاد ولا الكلام ده. هو الحكم ما كانش مركز. ده قانون يا كابتن. طبعا ده قانون. الحاجه الثانيه يا كابتن، انا النهارده بحط طاقم تحكيم مباراه ايا كان، منتخب سيرس محترم جدا النادي الاهلي، ومفيش فار، يبقى انا النهارده بحط افضل الحكام. صح. سواء كان حكم الميدان يا كابتن بلال او حكام المساعدين، لان النهارده بنشوف ركله مرمى ده حسين شحات راح قال له مفيش تسلل من ركله المرمى. مظبوط. الكابتن سيد حفيظ قال له مفيش تسلل من ركله مرمى. انما اللعبه دي يا كابتن تيجي في الدوري المصري اعلى مسابقه او في كاس مصر للحكام، لا هنا لازم نكون في وقفه كابتن من لجنه الحكام مع حكامها. طيب الحكم عرف الخطا، استئناف اللعب. خلاص يا كابتن انا صفرت. خلاص انا صفرت يا كابتن، ما هو الصفاره طلعت على تسلل. أيوة. خلاص انا وقفت اللعب، خلاص ما اقدرش استأنف تاني او ارجع تاني. انا بس بقول المشكله يا كابتن بلال، بلال انت مهاجم وانت فاهم القانون، فبتقف في موقف تسلل لان دي ركله مرمى. مظبوط. اتعاملت ورحت رايح دايس عليها ورحت جايب جون. السؤال جون، المساعد يرفع والحكم صفر. لا يا كابتن، يا كابتن ايمن، هنا انا بقول بس هنا في ناقوس خطر لابد الحكام يا جماعه يتم لها امتحانات من غير حاجه مش عيب. صح كابتن، اختبارات القانون مهمه جدا جدا جدا. التركيز، ما تقوليش تركيز، هقول لك لو تركيز اتفقد من الحكم المساعد يبقى مش مع الحكم. مظبوط. يعني لو من هنا ما الحكم المساعد اتفقد التركيز ما يبقاش مع الحكم. انا على فكره بلوم الحكم اكتر. الاثنين يا كابتن. طبعا. الحكم مسؤول عن المباراه. طبعا مسؤوليه كامله. دي حاله بتلخص بس هنشوف الكلام والحاله يا كابتن، وهشوف لعيبه النادي الاهلي اللي فاهمين القانون والحكام مش فاهمين. ما حدش يزعل مني. يعني بعض الحكام هتزعل مني، لا ما حدش يزعل مني. يا جماعه نذاكر القانون ونشوف. ده في كوره كابتن يا ريت تكون جايبها برضه عند اللاينزمان. يا سمير بعد حسين الشحات. يا سمير. ماشي اتفضل. هنبدا بقى من اول ركله المرمى كده عشان بس نوضح، نقول ان ركله المرمى ما فيش فيها تسلل يا جماعه، حتى لو اللاعب واقف جنب جون هناك. هنا الشناوي بيلعب الكوره يا كابتن، خلاص. الشحات فاهم كويس قوي قوي قوي. تمام. الحكم مساعد رفع. اللاين مان. والحكم رفع. صفر مع الحكم. الشحات هنا بقى بيقول له هنا ايه؟ بيقول له هنا يا كابتن ياسر الشحات، كابتن سيد، يا جماعه ما ينفعش انا اللاعب يقول لي القانون ايه؟ لا هرجع تاني اسيب، معلش، تاني للناس، للجمهور، للاعبين، للاجهزه الفنيه، ركله المرمى لا يحتسب منها تسلل يا جماعه. هنا لو الشحات راح انفراد او كان لاعب لوحده خالص وجاب جون، ماذا لو جاب جون والفار مش موجود؟ دي حاله يا كابتن تلخص كابتن شريف ان لابد ان يكون في وقفه، اختبارات لابد تبقى مع الحكام للقانون يا كابتن عادل. مفيش كبير. الحكم طالما بيحكم بدوره ممتاز يتعمل له اختبار في القانون، ومع ذلك اللي يرصف القانون يقعد. دي حاله بس بتلخص فيها اللي حصل. الحاله اللي جايه شوف هنا يا كابتن، هنا نتكلم على ايد الدعمه. سؤال، انا هنزل بايدي اليمين ولا الشمال الاول يا كابتن بلال؟ واحده واحده نروح تاني كده، واحده واحده يا سمير.
انا هنا بعمل التاكلينج وبسند على ايدي اليمين اللي هي هناك مظبوط والشمال الاثنين. طب حد يقول لي اللاعب النهارده لما بيجي تعمل تاكلينج بتنزل على ايد ولا على الاثنين او ما بتنزل بتعمل ايه؟ ايد واحده طبعا بس المفروض ايد الاول على واحده بالظبط. دي اللي بنتكلم فيها الدعمه، هي دي الدعمه اللي هي لو جت في ايدك كابتن بلال مش هنحسب هي اليمين هنا. بس غالبا هو نزل غلط، هو نزل زي ما كنت حد زقه بالاتوبيس يبص نزل مره واحده. انا كلاعب كابتن ايمن كلاعب مدافع لما بعمل تاكلينج بنزل على ايد مش على الايدين كده مظبوط، فنزلت على ايد اليمين خلاص دي الدعمه بالنسبه لي. لو جت في اليمين يستمر اللعب، لما نزلت باليمين وراح بالشمال والشمال راحت عامله حركه اضافيه في الكوره. طب بلاش دي، خد اللقطه اللي جايه بقى هنا. ايد الشمال دي رايحه فين يا كابتن؟ لحسين الشحات. طب حد يختلف معايا فيها؟ لا يعني لما خدتش الاولانيه اخد الثانيه، ثانيه يا كابتن، ثانيه يا سمير معلش. ثانيه يا كابتن سمير. دي خناقه. ثانيه، انا الشحات رايح اهو. بص يا كابتن دي مفروضه ورايحه. الذراع والايد في وش الشحات ولا دي تتحسب ولا دي تتحسب؟ بنلعب في كاس مصر والفار مش موجود. يا جماعه الكلام ده ما ينفعش. لا بجد ما ينفعش. ركله الجزاء هنا لم تحتسب على الاقل الاخرانيه. يمكن لو نيه حد يقول لي معلش الايد سنده، طب الثانيه يا بلال، الثانيه يا بلال انت مهاجم ورايح في عقل ولا مفيش بالايد؟ طبعا واضحه جدا ركله جزاء 100% وضوح الشمس لم تحتسب لحسين الشحات. نيجي اللي جايه وهنا نجيب الزاويه اللي هي من خلف المرمى، اقرب حاجه للحكم هو الشد اللي حدث ليه. بس نقف بس نرجع تاني، نرجع هنا نرجع تاني ونقف يا سمير معلش تسمح لي. هي من الزاويه اللي ورا باينه هنا يعني. هنا هشام الفلال واقف طبعا في موقف ربنا يعني جابه هنا كل حاجة سبحان بزي. الله يعني جابه هنا عشان يشوف هنا. كابتن نرجع معلش سمير بحت واحده، ده في شده من التيشيرت يا سمير معلش ارجع مع التانية. ايوه مش هنا كابتن اللي هي خلف المرمى خلف المرمى يا سمير، ونقف بس شويه عشان بس اودي مساحه القرار للحكم هنا ان هو كان شايف كويس قوي هوي الشد بس خلاص هنا. هنا والشد موجود وهنا ادى بطاقه صفراء نتيجه الشد، حساب ركله الجزاء صحيحه، يمكن القرار كان قرار صائب من الحكم هشام الفلال. بعد كده سؤال كابتن، ست مرات الحكم بيصفر على ركنيه ما شفتهاش ركنيه، انا بشعر ركنيه انما كل ركنيه تيجي تت 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 لا يعني استخدام الصافره يا كابتن بلال كابتن علاء في الحالات اللي هي تحتاج ان الصافره تستخدمها، انما في كل كورنر بيجي الصافره بتطلع تت 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 لدرجه انا بقيت انا مش عارف هو بيحسب تسلل ولا ركله مرمى زي مباراه الناشئين. لا ما ينفعش ركله ركنيه طالعه واضحه جدا جدا، بشاور ركنيه رمي التماس بشاور رمي التماس ما بصفرش. لا دي يعني بنتكلم على استخدام الصافره كمان مش عارفين نستخدم الصافره في المباراه، ما ينفعش الكلام ده ما ينفعش. اكتر من مره الحكم تيت تيت بيصفر وبيرفع ايديه، انا بحس ان هو بيحسب تسلل مع المساعد، يعني دي حاجه مهمه جدا في الحالات اللي جايه. حاله من حالات السقوط، وهنا بنقول لعبه مهمه جدا جدا يا كابتن بلال، لعبه مهمه جدا. هذا تلامس وحصل سقوط، مفيش زاويه عندي واضحه تقول هل في ركله جزاء ولا مفيش ركله جزاء. هو هنا سمح باستمرار اللعب، ولو كان في الفار كان ممكن يجيب رجل اليمين هنا يا كابتن بلال، رجل اليمين هنا رايحه. لو كان في فار النهارده كان جاب الحكم، ده بنالتي كان جاب الحكم. لا هقول لحضرتك بص يا كابتن بعد اذنك، كان في واحده مماثله والفار ما جابش الحكم. بص يا كابتن لا مش مماثله، لو انت مش لو مماثله لا مش مماثله كانت تمثيليه. بص يا كابتن الحكم اداها والفار ما جاش الحكم. بص الحكم اداها كابتن ايمن، الحكم اداها الفار يجيبه ليه اذا كان كلهم مجتمعين على ان هي بنالتي؟ اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن لما يكون في الفار ونقول ان في حاله حسبت ركله جزاء وكان فيها تلامس، مش عايز اقول ان دي كان ممكن تتحسب سيميليشن او تحايل، والحكم يحسب والفار ما يجيبش، خلاص خلاص مش نتكلم. ولكن النهارده بالمثل لو انت حسبت يبقى دي تتحسب ركله جزاء. باختصار يا كابتن النهارده التحكيم ما كانش مردوده كويس، اتكلم على المساعدين. ما دول درجه اولى يا كابتن الطقم ده. ده هشام درجه اولى بقى له فتره وعنده خبرات كبيره يعني. واللاين مان والمساعد الثاني بقى له فتره بيحكم، المساعد الاولاني مجدي محمد مجدي سليمان يمكن النهارده كان هايل جدا، حكم مساعد كويس.
عنده كل الحالات ايجابيه، حتى التعاون كان كويس فيها. ولكن انا بقول يا كابتن من خلال قناه النادي الاهلي، زي ما بنشيد بالحكام يا كابتن ايمن، بنشيد بالحكام، لابد النهارده احنا يبقى في وقفه. لا، هذه الاخطاء لا تتم في الدوري او في كاس مصر المسابقه الكبيره. صحيح. اتمنى التحكيم طبعا التوفيق التحكيم، واتمنى ان لجنه الحكام تاخد اجراءات في الفتره اللي جايه لتطوير اداء التحكيم باذن الله. شكرا كابتن نصر، امتعتنا. الله يخليك. وانتهى الفقرة التحكيمية اعزائي المشاهدين، بنصل نهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الاهلي ومنتخب السويس في دور ال 32 لكاس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 وتأهله لدور ال 16 عن جدارة، وملاقات فريق الداخلية ان شاء الله. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق في المباريات القادمة ان شاء الله، وحسم الدوري مبكرا في الاربع مباريات القادمة ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. شكرا كابتن، وبشكر الكباتن، والف مبروك. كل سنه وانت طيب. انت طيب. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا يا كابتن، امتعتنا. كابتن ومبروك. الله يبارك فيك. كابتن علاء مهوب، شكرا يا كابتن، كل سنه وانت طيب. مبروك يا ايمن للنادي الاهلي، كل سنه وانت طيب. كابتن احمد بلال، شكرا يا كابتن، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وورقه حياه.